الكلام كان موجه لتنظيمات خاصه ام لشرائح عامه؟ يعني لما احنا نتكلم عن التقيه والسريه والخصوصيه وان هناك في رغبه للانتشار ان صحت العباره افقي في المجتمع ودعوه وجمع الانصار حول ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. باختصار شيخ، يعني الفكره الاساسيه، هل كان ال البيت يعتقدون ان تغيير المقاييس يقوم من خلال التنظيمات الخاصه ام من خلال الحراك الشعبي العام الذي يحاول ان يحشد اكبر قدر ممكن من الانصار حوله ويقلب الطاوله مثل ما يقال؟ يعني نعم، هنا علينا ان نحدد من هم آل البيت. يعني ليسوا فقط هم الائمه الاثني عشر او الاحد عشر، إنما كانت هناك زعامات عديدة يعني موجودة، وعلى رأسها مثلا محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن نفس الزكية، هذا أصبح أيضا يعني بعد زيد هو قاد الشيعة وأصبح هو الزعيم الأكبر، حتى العباسيين بايعوا، يعني حتى المنصور والسفاح بايعوا هذا محمد بن عبد الله بن نفس الزكية. ثم أخوه إبراهيم بعده أيضا قام بثورة في البصرة وفي جنوب العراق، وقيادات أخرى عديدة كان هناك خط ثوري يحاول، يعني كان في هناك ظلم يحدث وفشل في العدل وفشل في كذا، فكانت تحدث يعني ثورات شعبية أو نقمة شعبية، يأتي بعض العلويين أو بعض الهاشميين يقودون هذه الحركات، يفجرون هذه الثورات هنا وهناك. وفي نفس الوقت كان هناك خط مسالم ملتزم عموما بالسلم، لأنه إما هو ضعيف شعبيا أو ضعيف مثلا ما عنده قوة أو ما عنده ثقة بهؤلاء الناس اللي حواليه، وبالتالي كان يلجأ إلى السكوت ويلجأ إلى ويعد بالقيام في المستقبل حتى يقوم القائم. من هو القائم غير محدد. هذا استاذ، احنا ممكن نقول ان هذا كان يعني هذه الروايات التي احنا اليوم مشكلتنا حين نقرا نظن ان هذا كلام كان يقال طوال الوقت. يعني هل هي المساله تدخل في اطار كانما هي تعليمات توجيهات قيلت في مقام، وفي مقامات اخرى كان الائمه لهم كلامهم وتوجيهاتهم ونصائحهم ومن هذا السياق؟ احنا لا ننسى ايضا كان في تقريبا شبه تحالف او شبه يعني موادع بين الامام الصادق وحتى آخر الأئمة. الإمام الرضا تحالف مع المأمون في مقابل الثورات العلوية الأخرى، في مقابل ثورة أبي السرايا، وعمه محمد الديباج ابن جعفر الصادق أعلن ثورة في الحجاز وقال أنا أمير المؤمنين، وأخوه زيد في البصرة. يعني كانت هناك حركات عديدة، ولكن الرضا قرر التفاهم والحوار والتحالف مع العباسيين، وأبنائه كلهم كانوا يعني الجواد والهادي والعسكري أيضا كانوا هما متحالفين مع العباسيين، ما كانوا يرفعون لواء الثورة. التصور الإمامي لهذه الحقبة أن كأنما أن الأئمة كانوا تحت الإقامة الجبرية، نوع من التهديد، كانوا يخشون على حياتهم، يعني هذا هو التصور. يعني كيف هو التبرير في الحقيقة؟ يعني هذا هو التبرير. أنا أبي أفهمها منك أستاذنا، هو ما هو الرابط أو هو التفسير المنطقي أن نقول هذا تحالف وليس إقامة جبرية على سبيل المثال، ومثل حضرتك أنا تقول هو تبرير. طيب لماذا لماذا يقال هذا تبرير؟ ما هي الشواهد؟ المأمون مثلا، خلينا نأخذ حالة المأمون مع الرضا، لم يكن في حالة قوية يستطيع أن يجبر علي بن موسى الرضا أن يأتي إلى خراسان، وهو بعيد عنه، في صار ثورة في الحجاز أيضا، وثورة في الكوفة، ثورة بالكوفة ممتدة إلى جنوب إيران وجنوب العراق وإلى حتى مصر يمكن وصلت وإلى الشام. ثورة سوت منه ثورة ابن طباطبا وأبي السرايا 199. لأن المتابعين أستاذنا أنا أخشى بعضهم مو نعم مفيد. نعم التفصيل يعني مطلوب في ثورة أبي السراي وابن طباطبا في بعد
حدوث الاقتتال بين الأمين والمأمون وقفت الدولة العباسية، وهنا قامت ثورات عديدة، وقامت هذه الثورة في الكوفة. وهنا في مقابل هذه الثورة المأمون استدعى علي بن موسى الرضا وقال له تعال أنت اصبح خليفة، أنا حتنازل. ليش؟ حتى يكسب الذي قتل أخاه من أجل السلطة. هل يعقل أن يعطي السلطة لواحد آخر؟ بس لأنه الرأي العام كان يميل إلى أهل البيت عموما، فقال لك نجيب علي الرضا ونحطه هو الزعيم الخليفة وإحنا نحكم باسمه، أو بعدين يكون لكل حادث حديث. والرضا ذهب وما قبل الخلافة، قبل ولاية العهد، وفي نفس الوقت أرسل أخاه العباس إلى أهل الكوفة لكي يعني يتراجعوا عن ثورتهم ويبايعوا المأمون. فأغلقوا الباب أمامه، باب الكوفة، وقال له إذا أنت جئتنا من نفسك نقبلك، جئتنا من قبل أخيك هم نقبلك، أما تجينا عن المأمون ما نقبل. أهل الكوفة، الثورة، الثوار في الكوفة هكذا قال. فما يكون مؤشرات أنه كان مجبور وكان مضطهد. علي الهادي أيضا ذهب إلى المتوكل بحريته، لم يذهب مجبورا مخفورا يعني.